رسالة موجهة لمجلس العائلة عبر مجلس الدفاع، ورسالة موجهة لمجلس الدفاع، وهذه الرسالة موجهة لمجلس العائلة عبر مجلس الدفاع رقم واحد، وهذه الرسالة موجهة لمجلس العائلة عبر مجلس الدفاع رقم اثنين، وهذه العائلة الرسالة موجهة لمجلس العائلة عبر مجلس الدفاع رقم ثلاثة. إذن إذا تأذنوا بنفتح النسخة الأولى كما تم في النسخة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أصحاب السمو أعضاء مجلس العائلة الحاكم الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد حملكم النظام الأساسي للدولة أمانة عظيمة، وكلفكم مهمة جسيمة بإسناده إلى مجلسكم الموقر مسؤولية تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وذلك خلال 3 أيام من شهور منصب السلطان. وحيث أن مجلسكم الموقر لم يتفق على اختيار سلطان البلاد في المدة التي حددها النظام الأساسي للدولة، فإننا بعد التوكل على الله ورغبة منا في ضمان استقرار البلاد، نشير بأن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق، وذلك لما توسمنا فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة. وإننا إذ نضرع إلى الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن الذي دعانا إلى اختياره، والثقة التي دفعتنا إلى تقديمه، فإننا ندعوكم جميعا إلى مبايعته على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن تكونوا له السند المتين والناصح الأمين، معتصمين دائما تحت قيادته بوحدة الصف والكلمة والهدف.